السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في قناتي. موضوعنا النهاردة موضوع جديد وإن شاء الله يكون مفيد، عن اضطرابات الغدة الدرقية وإيه التحاليل اللي أقدر أعمل بيها تقييم لوظيفة الغدة الدرقية. الغدة الدرقية أو ما جرى العادة الناس بيسموها الغدة، هي واحدة من ضمن مجموعة من أعضاء في جسم الإنسان فيما يعرف بالغدد الصماء، ودي أعضاء بتفرز مواد كيميائية اسمها هرمونات بتتحرك في الدم للعضو اللي هي بتشتغل عليه، وكل واحدة فيهم لها وظيفة مختلفة، لكن المايسترو اللي بينظم عمل كل الغدد ديت هو غدة موجودة في أسفل المخ اسمها الغدة المخانية. واحدة من الغدد الصماء ديت هي الغدة الدرقية، موضوع كلامنا النهاردة. الغدة الدرقية هي واحدة من الغدد الصماء موجودة أسفل الرقبة على شكل فراشة بالناحيين ما بين القناة، وبتفرز هرمون اسمه الثيروكسين بيضبط العمليات الحرارية في الجسم أو الأيض، بيضبط كمان درجة الحرارة، بيضبط حركة الأمعاء والعضلات اسمها أو العضلات اضطرابات الغدة الدرقية. اضطرابات الغدة الدرقية بشكل مبسط هي إما نشاط زايد في الغدة الدرقية، يعني هرمون الثيروكسين أزيد من الطبيعي، أو نشاط منخفض للغدة الدرقية، يعني هرمون الثيروكسين أقل من الطبيعي. زيادة نشاط الغدة الدرقية بيظهر على الشخص بقدرة ضعيفة، مش قادر يتحمل حرارة، بيعرق كتير، جسمه فيه رعشة، ممكن يكون صوابعه فيه رعشة في الصوابع، ضربات القلب السريعة ممكن يبقى حاسس بيها، عصبي جدا، بيتحرك كتير وقلقان، كمان بيبقى فيه نشاط في حركة الأمعاء فيه إسهال، كذلك بيبقى برضو الشعر بينعم أزيد من اللازم، والجلد بيبقى رطب، وممكن كمان يكون في جحوظ في العين أو تضخم في على الجانب الثاني نقص نشاط الغدة الدرقية بيبقى في الهرمون الثيروكسين أقل من الكم الطبيعي، بيظهر الإنسان وقتها ما بيش قادر يتحمل البرودة، ممكن يبقى بيتغطى ببطانيات في عز الحر في عز يوليو أو أغسطس، كمان بيبقى جلده ناشف، ممكن الشعر يقع، ممكن كمان يبقى فيه إمساك، خمول، كسل، نشاط ضعيف جدا، ما عندوش طاقة يتحرك، بيبقى فيه زيادة في الوزن كمان. طيب ازاي نعرف اذا كان فيه مشكلة في الغدة الدرقية او لا؟ عندنا فيه ثلاث انواع من التحاليل لازم تعملوا كده مع بعض عشان اقدر اخد فكرة عن نشاط الغدة الدرقية. من التحليل اللي الهرمون اللي بيطلع من الغدة المخانية وبينظم أداء الغدة الدرقية اللي هو اسمه هرمون TSH، وبنعمل هرمون الثيروكسين في الصورتين بتوعه وفي الشكل النشط بتاعهم، فبنعمل 3T3 and 3T4. من خلال النتيجة دي بتاعت التلات تحليل بقدر أعرف إذا كان في مشكلة أو لا، ولو في مشكلة سببها إيه، وبقدر بعد كده لما شخص الحالة صح بيبقى العلاج طبعا تأكيد بيكون صح. فمرة ثانية هما ثلاث أنواع من التحليلات TSH, 3T3 and 3T4.